السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. دراسات عديدة أثبتت أن البنات والسيدات التي يتناولن الأغذية التي تحفز تكوين الكولاجين لمدة 12 أسبوع قلت التجاعيد عندهم بنسبة 13%، وفي نفس الوقت مرونة الجلد اتحسنت، وفي نفس الوقت صحة المفاصل والعظام اتحسنت. ده يبين قد إيه الأغذية التي تحفز تكوين الكولاجين في الجسم مهم جدا كلنا نحرص عليها. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. من خلال تخصصي في التغذيه العلاجيه ان شاء الله في الفيديو ده هتناول نقاط معينه. ايه هي الاغذيه التي تحفز تكوين الكولاجين؟ ايه هي العوامل الطبيعيه التي تحفز تكوين الكولاجين؟ ايه هي الاغذيه التي تدمر الكولاجين وتقليله في الجسم؟ ايه العوامل التي ايضا تؤدي الى تدمير الكولاجين وتقليله في الجسم؟ قبل ما ابتدي اتناول هذه النقط مهم جدا نعرف ان الكولاجين بيقل كلنا في جسمنا من بعد العشرين، يعني مع تقدم السن ومع القلق والتوتر اللي احنا متعرضين له ممكن كمان الكولاجين يقل بنسبة اكتر من المتوقع. طيب الحاجة المهمة ايضا الكولاجين مش بس مهم لصحة الجلد ونضارة الجلد ونضارة البشرة ومرونة البشرة، الكولاجين مهم جدا لصحة المفاصل وصحة العظام. ايه بقى هي الأغذية التي تساعد على تحفيز تكوين الكولاجين؟ قبل ما اتكلم على الأغذية دي مهم قوي نعرف ان الكولاجين بيتكون من 3 أحماض أمينية، البرولين واللايسين والجلايسين. البرولين واللايسين والجلايسين دول أحماض أمينية موجودة في البروتين. ايه هي بقى الاغذيه اللي تحفز الكولاجين؟ البروتين عموما، بس في انواع معينه من البروتين. اول حاجه شوربه عظام البقر. شوربه عظام البقر الدراسات اثبتت ان هي بتحتوي على العناصر الغذائيه التي تحفز تكوين الكولاجين، وفي نفس الوقت بتساعد على تكوين ماده اسمها كوندرويتين سلفيت وماده اسمها جلوكوزامين، والمادتين دول موجودين في الأدوية اللي بتساعد على علاج خشونة المفاصل وألام المفاصل. هتلاقوا كده الأدوية مكتوب عليها كوندرويتين سلفيت وجلوكوسامين وMSM. تاني حاجة مهمة قوي الدواجن. الدواجن لو احنا سلقنا الدواجن، سلق الدواجن بالعظام بتاعتها، ده بيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. لحوم الدواجن نفسها بتحتوي على الأحماض الأمينية اللي بتساعد على تكوين الكولاجين، وشوربة الدواجن أيضا بتساعد على تكوين الكولاجين. أيضا من الحاجات اللي بتساعد على تحفيز تكوين الكولاجين كبروتين الأسماك وشوربة الأسماك بالعظام، يعني شوربة المحاريات، شوربة الأسماك والعظام بتاعتها والمحاريات، أو شوربة الجمبري مع المحاريات. كل ده بيساعد ويزود تحفيز الكولاجين ويزود تكوين الكولاجين. أيضا من الحاجات الحلوة قوي اللي بتحفز تكوين الكولاجين البيض. كل بيضة احنا بناكلها بتحتوي على 6 جرام بروتين. 6 جرام بروتين دول بيحتووا على الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية اللي بتدخل في تكوين الكولاجين. فعشان كده كلنا مهم جدا نحرص على تناول البيض، وده أنا تناولته في فيديو سابق وعرفنا أن البيض مش بس بيساعد على تحفيز الكولاجين وصحة الجلد والعظام والمفاصل، ده كمان صحة العين، صحة الدماغ، صحة الجسم كله. عشان كده مهم جدا نحرص على تناول البيض. تاني مجموعة من الأغذية الخضروات. أفضل أنواع الخضروات اللي بتحسن وبتساعد على تكوين الكولاجين الخضروات الورقية الخضراء. كل ما هو أخضر بيحتوي على كلوروفيل بيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. أيضا من الخضروات اللي هي بتساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين وهو الفلفل الألوان، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية جدا من فيتامين سي اللي بيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. أيضا من الخضروات اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة أو فعلا ثبت ان هي بتساعد على تحفيز الكولاجين الطماطم أو البندورة في الدول العربية، نظرا لاحتوائه على مادة الليكوبين دي. المادة دي مضاد أكسدة، مضاد التهاب قوي جدا، بتساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. عشان كده ماركات الجمال من ضمن النظام الغذائي اللي ماشيين عليه الطماطم، بياكلوا الشيري توميتوز اللي هي الطماطم الصغيرة دي، ده من الأطباق المهمة قوي اللي بيحرصوا عليها، عشان عارفين هو بيحتوي على مادة الليكوبين اللي بتساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. عشان كده بنصحكم بشدة ونصحتكم في الفيديوهات السابقة،
طبق السلطة الخضراء أساسي في كل وجبات. طبق السلطة الخضراء ده مفيد للجسم كله، فحلو أو نكون طبق سلطة خضراء من الخضروات اللي أنا ذكرتها، ولو ضفنا خضروات تانية زي جزر زي بصل زي توم حلوة قوي قوي، ده هيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين بصفة مستمرة. هتنقل للفواكه، يا ترى إيه أفضل أنواع الفواكه اللي بتحفز تكوين الكولاجين؟ كل الفواكه الغنية فيتامين سي بتساعد على تحفيز الكولاجين، زي إيه؟ زي البرتقال، زي الجوافة، زي المانجو، زي الكيوي، زي الجريب فروت. كل الفواكه دي نظرا لاحتوائها نسبة عالية من فيتامين سي بتساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. أيضا من الحاجات الحلوة قوي كفواكه التوتيات. التوتيات زي التوت البري والفراولة. التوت البري والفراولة نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من فيتامين سي مضادات أكسدة، فبيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. من التوابل الحلوة قوي بتحفز تكوين الكولاجين الثوم أو التوم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السلفر أو الكبريت. الكبريت الموجود في التوم بيساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين، والأملاح المعدنية الموجودة في التوم بتساعد أيضا على تحفيز وتكوين الكولاجين. عشان كده الأدوية اللي بتستخدموها في علاج التهاب المفاصل بيبقى مكتوب عليها سلفر، سلفر نتيجة لأن السلفر ده مهم جدا بيساعد في تكوين وتحفيز الكولاجين. طب إيه هي العوامل اللي بتساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين؟ مهم جدا النوم فترة كافية من 6 إلى 8 ساعات، لأن فترة النوم دي بيحدث فيها إعادة تجديد وبناء للجسم كله، منها إعادة بناء وتجديد الكولاجين في الجسم كله. الحاجة المهمة أيضا الهدوء النفسي وتجنب التوتر والقلق على قد ما نقدر، لأن التوتر والقلق من العوامل اللي بتكسر الكولاجين بصورة كبيرة قوي. أيضا من الحاجات الحلوة قوي وهو إن إحنا نحرص على ممارسة الرياضة، نحرص على ترطيب البشرة، كل دي عوامل طبيعية تساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين. طب يا ترى إيه هي الأغذية اللي بتقلل نسبة الكولاجين في الجسم؟ أول حاجة السكريات، كل السكريات بتدمر وبتقلل الكولاجين في الجسم، سواء مياه غازية، سواء شوكولاتات، بسكوتات، حلويات شرقية، جاتوهات، كيكة، تورتة، كله ده بيقلل نسبة الكولاجين في الجسم وبيكسره. أيضا الأغذية المحفوظة، اللحوم المصنعة، الأغذية المعلبة، الأكياس كلها، الزيوت المهدرجة، الزيوت المهدرجة كلها اللي بتستخدموها في القلي كلها بتدمر وبتقلل الكولاجين. أيضا السمن النباتي المهدرج. طب إيه هي العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تقليل وتدمير الكولاجين في الجسم كله؟ طب القلق والتوتر بصفة مستمرة بيؤدي إلى تقليل نسبة الكولاجين في الجسم وتكسيره بصفة مستمرة. ايضا الحاجه اللي كتير بعض الناس متعرضين لها التدخين. التدخين بيدمر الجسم كله، مش بس بيدمر الكولاجين في الجسم. ايضا من الحاجات اللي بتؤدي الى تدمير الكولاجين عدم ترطيب البشره. في ناس خلاص ما بيرطبوش بالبشره بتاعتهم، معتمدين خلاص انا باكل اكل يساعد يحفز على تكوين الكولاجين، خلاص انا كده مش محتاجه حاجه تانية اخرى. لا، مهم جدا ترطيب البشره، لان ترطيب البشره وترطيب جلد الوجه بيساعد على تحفيز الكولاجين. الخلاصة إيه؟ مهم جدا نحرص على الأغذية اللي تساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين والعوامل اللي تساعد على تحفيز وتكوين الكولاجين، ونتجنب الأغذية التي تدمر الكولاجين وتقليله في الجسم والعوامل التي تؤدي إلى تدمير الكولاجين وتقليله في الجسم. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.